بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سنشرح في هذا الفيديو الحقل المغناطيسي الأرضي، لأن عند تعريف أقرب مغناطة أو مغناطيس بواسطة خيط وتركيع حرة سيأخذ وضع الشمال جنوب، حيث يشير الوجه المتجه نحو الشمال الجغرافي إلى القطب الشمالي للمغناطيس، والثاني إلى الوجه الشمالي والوجه الجنوبي. نلاحظ كذلك أن المغناطيس لا يبقى بشكل أفقي، قد يعطينا المركبة الأفقية، بل يميل إلى الأسفل. إذن نستنتج هنا أن الحقل المغناطيسي الأرضي يكون مائل بزاوية ألفا تسمى زاوية الميل. نوضح في هذا الشكل. إذن الزاوية ألفا هي زاوية الميل. إذن نستنتج أن للحقل المغناطيسي مركبة أفقية ومركبة عمودية، كما لا يشير المغناطيس إلى جهة الشمال الجغرافي، بل يشير إلى جهة الشمال المغناطيسي، حيث تكون بينهما زاوية معينة، حيث تكون إذا كان هذا اتجاه الشمال المغناطيسي، يكون الشمال الجغرافي يصنع زاوية معه بهذا الشكل، أي زاوية تسمى زاوية الانحراف، مثلا بهذا الشكل. لو مثلنا هذا مستوى الزاوية المغناطيسي والثاني مستوى الزاوية الجغرافي، سيكون بينهما زاوية معينة بهذا الشكل. الزاوية هنا بين الورقتين تمثل زاوية الانحراف، وتكون مثلا كما لدينا هنا في الجزائر تكون حوالي 5 درجات. أما عند وضع إبرة أو مغلطة فوق حامل فإنها تشير إلى الشمال جنوب جغرافي، حيث يمثل هذا الوجه وجه الشمالي للإبرة وهذا الوجه الجنوبي لها، لكن يمثل هذا الحقل هنا يكون فقط المركبة الأفقية، حيث تنعدم المركبة العمودية بسبب وضع الإبرة على الحامل. فنقول بأن الحقل المغناطيسي هو منطبق على المركبة الأفقية.